نعم، في سياق هذا الموضوع أستاذ كامل، المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، ومن ثم بعدها توجه للقاء رأس النظام بشار الأسد في سوريا. هذه النقطة إلى ماذا تشير كذلك؟ تشير إلى خطر، يعني إلى أنه يمكن يكون القمة العربية. إذا سمعت تصريحات المقداد، فيصل مقداد وزير خارجية النظام من يومين، يأس كليا من عودة النظام لجامعة الدول العربية ومن حضور قمة الجزائر. واضح تماما أنه قطع الأمل، وهذا بسبب موقف سعودي وقطري قوي. السعودية وقطر قالوا لا لعودة النظام لجامعة الدول العربية، ولا لعودته حضور المجرم بشار إلى القمة العربية. وبعدين تنازلوا الجزائريين إلى درجة أنه قالوا لهم يحضر أحد من النظام كمراقب، وأظن ولا هي حتى ما حصلوا عليها، ولا هي ما حصلوا عليها. وهذا أقصى طموحهم، أنه يحضر حدا من النظام كمراقب وليس بشار يجلس ككل الناس الطبيعيين. فربما الروسي عم بيحاول يفهم الموقف السعودي، لأنه الموقف السعودي ملتبس. الإمارات تطبع مع النظام، البحرين وهي دولة تابعة كليا للنظام السعودي كليا تطبع مع النظام وتعيد سفيرة مع النظام، واللي هو أصلا العلاقات البحرينية مع النظام عمرها ما انقطعت، ولكن سحبوا السفير رجعوا السفير. ففي التباس في هذا الموضوع، يمكن الروسي رايح يفهم، ولكن أنا بأكد لك أنه السعودية كلما استعادت رشدها، كلما استعادت نفسها، كلما صارت سعودية حقيقية، كلما طلعنا من هبات وجنون محمد بن سلمان، السعودية سوف تكون ضد النظام السوري حتما، وسوف تكون ضد حزب الله حتما، وسوف تكون ضد إيران حتما. هذا هو الوضع الطبيعي.